الحالة الثانية من مدينة جيجل لطفل في عمر الزهور يعاني من ورم في الرأس، آلام مبرحة لا يتحملها بشر. قابلناه لعله يجد آذانا صاغية منكم، فلنتابع. نطلبوا من الناس الخير يعاونوني باش ندير العملية ومبرا ان شاء الله. واش تمنى ان شاء الله؟ واش تمنى نتمنى المبرا هذا ميكا ونوقف على رجليا ونستظل فيه. عندك سطر بزاف؟ بزاف صرتو في الليل. في الليل ما نقدرش نرقد. ما ترقدش خلاص؟ والو. هذا هو حال الطفل عبد الله من ولاية جيجل، إنه يعاني من ورم رمى به في أحضان الآلام والمعاناة. عودة الحياة الطبيعية له باتت اليوم مرهونة بالتعجيل في استئصال هذا الورم بعملية جراحية في أقرب وقت. الأطباء هنايا في الجزائر قالك العملية نتاعو هنا مستاهلة، يعني ما تحوشوش، يعني قالك من الأحسن 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 فرنسا. يعني زادت عملية؟ هي العملية لازم يتلحى الورم هذاك، يعني يتلحى الورم في أقرب وقت قالك. تما يعني بازي تاعو تديتو طبيبة تاع لا شيميو نتاعو، قلت ممكن نزيد له انسيونس ولا لا قدام يمشي المرض نتاعو، قالت لك مستحيل، قالت لك العروق ديجا خلصوا له، قالت لك لازمو العملية في اقرب وقت، قالت لي بام دير له 100 انسيونس ما تنكش. راهي تدهور وانا عندي غير هذا الطفل، هذا واش نسعى، عندي طفل فريد الكبدة تاعي تتحرك عليه، ماذا بيا يعاوننا ويشوف الحال تما في اقرب وقت، الوقت ماهوش لصالح الطفل خلاص. الحالة المادية المتواضعة للعائلة جعلها تطلق صرخة استغاثة من أجل جمع قيمة العملية التي عاجزت عن توفيرها، وهو الأمر الذي قد يحرم فالدة كبدها الوحيد من التنقل للعلاج خارج الوطن. عندنا 4 شهور وحنا نتعذبوا مع الطفل، وما منا باللي الطفل رجع للحالة هذه ورجع يوقف على رجليه ورجع يمشي الحمد لله. وشي وضعك الطفل العملية الأطباء يقولوا في أقرب وقت العملية تكون، في أقرب وقت ما كانش كفاه نديروا له العملية، والعملية في الخارج. نشد رئيس الدولة، أول حاجة رئيس الدولة وزير الصحة باش يشوفوا معنا الطفل تاعي، لازم تسوي العملية في أقرب وقت. دول لها رجعت نمشي، بقى غير حاجة برك ندير العملية في الخارج. تمنى الرئيس الجمهورية يعاونني. عبد الله كغيره من عشرات الحالات المعقدة لا زال يتعلق بالأمل في الحياة بتحقيق أمنيته في العلاج والتخلص من الألام، وهو مطلب سيبقى معلقا بمدى تلبية المحسنين والسلطات العليا لندائه.